بزاف سمعنا على اللجنة الخاصة بنموذج التنموي الجديد، إنما ماشي كلنا فهمنا أشنو ستدير وفاش غتفيد. هاد اللجنة الاستشارية عين الأعضاء ديالها صاحب الجلالة في الأخر ديال عام 2019 باش تتشاور وتفكر وتوجد وتقترح واحد النموذج جديد للتنمية البلاد، وترد التقرير ديالها في يونيو 2020. ولكن مع كورونا كل شيء البلانات تبدلوا، ولا الأجل هو بداية 2021، نيت باش يدخل حتى التأثير ديال هاد الأزمة في الاعتبار. الناس اللي في اللجنة مغاربة من مختلف الميادين والأعمار، داروا مجهود بطرق جديدة ومتنوعة باش يوصلوا للمعلومة ويتواصلوا مع أكثر من 9700 المغاربة في بزاف ديال المناطق ويتصنتوا لاقتراحاتهم. وراه عادي تشاوروا مع كل شيء، حيث هاد الطريقة ديال المشاركة والحوار هي اللي تقدر تجيب حلول فعالة ترضي المغاربة كاملين وتعطينا المغرب اللي بغينا. بلاتي قبل ما نبداو نحلموا بالالوان، اشنو لقات هاد اللجنه في الواقع؟ لقات انه كاينين 4 العراقيل قدام تنميه المغرب. اولا، ما كاينش واحد الرؤيه استراتيجيه بعيده المدى مشاركينها جميع الفاعلين، يعني بالدارجه ماشي كلشي اصحاب القرار والفاعلين مفاهمين على بلان واحد وخطه واحده ومفرقين المسؤوليات بوضوح بيناتهم، وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه. ثانياً، تحول ديال الاقتصاد ثقيل باش يقدر يتلائم مع الوقت، وكيعاني من الريع والمصالح الشخصية والقطاع الغير مهيكل والعراقيل اللي كيلقاو المستثمرين جداد وحاملي المشاريع. ثالثاً، القطاع العام ممسيرش بعقلية الفعالية واللي فيها الأهداف باينة ومسطرة، زيادة على أن الوظيفة العمومية ماشي مغرية للكفاءات والشباب الطموح، ومازالين أمور محلية في مناطق المغرب كيتسيروا من العاصمة وبعقليات سير طلع للرباط. رابعاً، مشكل الثقة اللي كاين عند المواطنين والشركات في العدالة، وديك سير حتى تجي، والبيروقراطية ديال الإدارة والفرق بين شنو خاصو يكون وشنو كاين في الواقع ما كيزيدو غير يعقدوا الأمور. دابا هادي بلادنا وهاد المشاكل وغيرها راه كلنا عارفينها، فينا هو الجديد في هاد النموذج التنموي الجديد؟ الجديد هو اقتراحات واقعية وممكنة، خاصها الشجاعة والمسؤولية والمحاسبة في دولة الحق والقانون، ونديروا يد في يد باش نعيشوا في المغرب اللي كنحلموا به جميع، حيث العالم كيتبدل ويتطور والتنمية في المغرب كتولي ضرورة ماشي غير هضرة في الاخبار. طبعاً ماشي كاع الاستراتيجيات والمخططات اللي دارو نضربوا عليهم ونعودوا من الاول، انما اللي صالح يبقى واللي ناقص يتحسن واللي ما كاينش يدار. الاقتصاد يتقوى بتشجيع الاستثمار الصغير والكبير وتسهيل الأمور عليهم باش الناس يتيقوا يحطوا فلوسهم ويزعموا على أفكار جديدة ومختلفة وعلى التكنولوجيات الحديثة والمجالات المربحة في المستقبل، بحال الطاقة النظيفة اللي يقدر يولي فيها وفي غيرها المغرب رائد في المنطقة وتولي الميد إن ماروك كتعني الكاليتي. القطاع العام يتجدد بنفس جديد وتقنيات حديثة وكفاءات عالية من الشباب اللي باغي يخدم البلاد، وتولي المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، وكل منطقة في المغرب تسير أمورها في التنمية المحلية لراسها حيث كلها كيعرف قياس برادو. وطبعاً الخدمات العمومية تكون في المستوى، خصوصاً الصحة والتعليم في المغرب كله ماشي غير المدن الكبار، والقطاع الخاص يكون شريك في إطار منافسة شريفة باش المواطنين كلهم اللي احتاجوها وقلبوا عليها يلقاوها. وهاد المواطنين فين ما كانوا وكيف ما كانوا يحسوا ببلادهم كتفكر فيهم كيف ما كيفكروا فيها، وتزاد الثقة والوضوح والإحساس بالكرامة، والتغيير والتنمية يولي واقع باستعمال حلول ديجيتال اللي كتقرب المسافات وتزول شي حاجات عيينة منهم وتسهل الإجراءات والحياة على الجميع. هاد النموذج المقترح داروه مغاربة مع المغاربة للمغاربة، بيه غنرسموا الطريق لمسيرة التنمية لنا الجميع ونتجاوزوا الاختلافات بكل روح وطنية. هادشي وما أكثر منه كله ممكن إلا بصح بغينا باش كلنا نعيشوا مزيان في المغرب اللي بغيناه.